بكره باذن الله عندهم مباراه مهمه جدا وقويه بينه وبين نادي الجيش. لو كسبنا الجيش خلصنا الدوري، شكرا فريق الطايره، قفل السيزون 100%. ربنا يوفقهم باذن الله بكره فريق الكره الطايره الرجال بقياده الكابتن ميدو مصلحي، بعد ما كسبوا قدامنا اهو، بعد ما كسبوا البطوله الافريقيه قدر الحمد لله باذن الله يعني مباراه واحده تفصلنا عن الدوري. كلنا ثقه في اللاعبين، كلنا مدعمهم، كلنا وراهم، لان فعلا واجهه مشرفه جدا لروح النادي الاهلي ولاعيبه بتلعب داخل النادي الاهلي. هنروح لاخر خبر معانا النهارده، وبكره مباراه مهمه جدا لسيدات الطايره. سيدات الطايره بقياده الكابتن حمدي صافي عندهم مباراه مهمه جدا بكره مع نادي الشمس. قابلنا نادي الشمس ثلاث مباريات، اثنين في الدوري وواحده في البطوله الافريقيه. الحمد لله كسبنا 3-0، لكن مباراه الكؤوس لا تعترف الا بالعرق والجهد داخل ارض الملعب. اكيد فرقتنا مركزه جدا عشان يقدروا باذن الله يكسبوا البطوله الثالثه باذن الله، وهي بطوله كاس مصر، وهي البطوله المهمه، بطوله افريقيا ما شاء الله عليهم، والدوري، وناقص لهم بطوله كاس مصر. نتمنى ان شاء الله باذن الله كل امنياتنا طيبه ليهم باذن الله. لكن لازم نخرج لتليفون مهم معانا، كابتن حمدي الصافي المدير الفني. كابتن حمدي مساء الخير. ازيك يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن حمدي. كام سنه كده؟ كام سنه؟ 47. عجزت يا كابتن حمدي ولا ايه؟ ربنا يديك الصحه، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن حمدي. كان عيد ميلاد حضرتك امبارح، يعني كلنا بنقولك كل سنه طيب ودايما في احسن صحه واحسن حال. لكن عايزين نطمن على بناتنا بكره في مباراه مهمه مع نادي الشمس في دور قبل النهائي لكاس مصر. الحقيقه طبعا البنات الطايره والنادي الاهلي يعني عليهم مسؤوليه كبيره ان هم يحققوا البطوله الثالثه. جمهورهم منتظر منهم البطوله الثالثه، والبنات عارفين كده كويس، وكل كلامنا معاهم عارفين ان مسؤوليه عليهم. لازم ان شاء الله بعد بطوله افريقيا والدوري نحقق الثلاثيه زي ما حققناها السنه اللي فاتت. هم مركزين جدا الفتره اللي فاتت، طبعا هم تعبوا جدا بعد بطوله افريقيا. الحقيقه لعبنا حوالي 7 ماتشات في ضغط جامد جدا، كل يومين كنا بنلعب ماتش عشان نخلص ماتشات الدوري المتاخره، ولعبنا ماتش سموحه دور الثمانيه. فالحقيقه كان ضغط كبير علينا جدا الفتره اللي فاتت، بس احنا عالجناه الحمد لله ان احنا دورنا اللعيبه، شاركنا كل اللعيبه، كنا بندي فترات راحه مناسبه بين الماتشات، والحمد لله هم جاهزين ان شاء الله بكره. احنا بنحترم فريق الشمس جدا، وانا وصلت لهم الرساله ديت. كل الماتشات اللي فاتت دي كوم، وماتش بكره ده ماتش كاس. كل الناس طبعا بيبقى عندها رغبه ان هي تحقق مفاجات في الكاس وتلعب على الكاس، فحقق اصيل ليهم طبعا. احنا بنحترمهم وهنحترمهم ان شاء الله بكره عشان نقدر نعدي باذن الله الموقع الصعب ده. كابتن حمدي، يعني بعد البطوله الافريقيه فعلا الماتشات مضغوطه عليك، لكن الحمد لله البنات ان شاء الله يكونوا بكره على قدر المسؤوليه باذن الله. نتمنى لك التوفيق باذن الله انت والبنات بكره، ونبارك لكم ان شاء الله على كاس مصر باذن الله. شكرا كابتن حمدي الصافي. بكده خلصنا اخبارنا، لكن ما خلصناش الحلقه كده. اخبار الطايره والباسكت كانت معانا، لكن حاجه سريعه جدا كلام